أكد الشيخ الخنجر التوصل إلى اتفاقات حاسمة مع الشركاء الصادقين لحل جميع المشكلات العالقة في المناطق المحررة، مؤكدا أن تحالف عزم هو تحالف المستقبل والتغيير الحقيقي. أبشركم بأننا اتفقنا على حل جميع المشاكل العالقة مع شركائنا بالحوار وبالصدق وبالممارسة الحقيقية وبالثقة المتبادلة بيننا. هم يبحثون عن شريك صادق، ونحن صادقين ومخلصين في الدفاع عنكم.